كله بيلم الدفاتر وبيقفل اللي في ايده، ومش هيكون موجود غير كاتب التاريخ اللي هيقعد ويسجل احداث الليله العظيمه دي، ليله الحلم، ليله المجد والتاريخ، ليله مباراه نصف نهائي كاس العالم للانديه ما بين الاهلي زعيم افريقيا وريال مدريد بطل اوروبا. النهارده وبالظبط ان شاء الله الساعه 9 مساء ستنطلق سفره البدايه، ومعاها احلام وطموحات أكتر من 100 مليون مشجع أهلاوي مصري عربي. مساء الفل عليكم مشاهدينا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من ليلة مباراة القمة في الحريفة. وأهلا بك يا هنودة. أهلا بك يا حبيبة قلبي. ركبي بتخبط في بعض، معروفة امتحان، معروفة. تسألي حاسة بإيه؟ لأني قلبي هيقف عايزة الساعة 9 دي تيجي وتعدي، نوصل أقعد كده الساعة 12 بالليل أعرف إيه اللي هيحصل، بس إن شاء الله ربنا هيكرمنا بإذن الله. بإذن الله برحب بحضراتكم جميعا، برحب بكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. النادي الأهلي اللي مش حاطط عينه غير على حاجة واحدة بس، وهي الذهب. إن شاء الله نكسب وإن شاء الله نعدي النهاردة، والحكاية لسه فيها أحداث حلوة كتير عايشينها مع القلعة الحمراء. الحقيقة متعة وفخر وشرف ما بعده شرف عايشينه كلنا، عايزين نظهر بشخصيتنا قدام العالم كله ونقول إحنا الأهلي. النهاردة معنا أحداث كتير وتغطية للمباراة وكواليس من المغرب، بس دلوقتي تعالوا نبدأ حلقتنا ونروح نشوف معنا أخبار إيه النهاردة في السريع. أول خبر معانا النهاردة المواجهة المنتظرة ما بين نادي القرن الأفريقي الأهلي ونادي القرن الأوروبي ريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للأندية، واللي هتكون النهاردة الساعة 9 بالليل إن شاء الله على ملعب مولاي عبد الله. يعني خلاص كلها ساعات بتفصلنا عن صافرة البداية، واللعيبة امبارح اختتموا تدريباتهم واستعداداتهم للمباراة على ملعب الجامعة المغربية في الرباط، ومارسيل كولر المدير الفني للفريق وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة كانوا حريصين جدا على الاجتماع باللاعبين واتكلموا معاهم عن المباراة والأجواء، وخلصوا فقرات التمرين الجماعي بالتدريب على ضربات الجزاء. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق النهاردة، وإحنا عارفين إن لعبتنا رجالة وقد المهمة، وإن شاء الله يفرحونا بإذن الله. قدها طبعا، يعني هم طبعا قد المهمة، وكلنا عندنا ثقة فيهم إنهم هيقدروا النهاردة يحققوا إنجاز يتضاف لسجلات النادي الأهلي بإذن الله. نروح بقى لتاني خبر معنا النهاردة، وهو تأهل نادي الهلال السعودي لنهائي كاس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه امبارح المثير مع فلامينجو البرازيلي، والمباراة اللي انتهت بنتيجة 3-2 للزعيم الأسيوي. وعشان يكتبوا بنفسهم أو لنفسهم والكرة الأسيوية إنجاز عالمي جديد، خصوصا وأنهم دلوقتي أكتر الأندية الأسيوية تسجيل الأهداف في المونديال بإجمالي 14 هدف. ألف مبروك للأشقاء السعوديين ومشجعي نادي الهلال، وبنقول لهم ان احنا ان شاء الله جايين لكم بكره، جايين لكم النهارده، استنونا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نهائي كاس العالم للانديه هيكون نهائي عربي خالص، الاهلي المصري والهلال السعودي. نرجع بقى لتاني الاخبار، الاهلي وللكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره اللي اكد على جدية استعدادات الفريق بكل صفوفه على المواجهة مع النادي الملكي، وإن الكل جاهز وعنده حماس كبير للمواجهة دي مع كامل الاحترام والإمكانيات، واسم ريال مدريد طبعا الأسباني. قال كمان إنه اجتماعه باللاعبين اتكلم معاهم وقال لهم إن جماهير الأهلي في كل مكان واقفة في ظهرهم وكعادتهم مستنيين منهم الإنجازات، وإن اللي قدموه لحد النهاردة في البطولة زود من طموحات الجماهير وثقتهم في إنهم قادرين على اللعب بأفضل ما عندهم عشان يوصلوا للنهائي، وإنهم لازم يلعبوا بشخصية الأهلي طبعا، ويكونوا هاديين ويركزوا كويس جدا ويلعبوا بروح الفانيلا الحمراء لمدة 90 دقيقة. حقيقة كلام عظيم جدا ومهم من الكابتن سيد، وقال للعيبة اللي كل حد فينا تقريبا عايز يقوله لهم، ويا رب خير يا رب خير. الحقيقة تحية كبيرة لرجل المهام الصعبة كابتن سيد عبد الحفيظ والدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه على كل الأصعدة. نروح بقى لاخر خبر معانا، وده كان عن الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وريال مدريد، واللي اتعمل امبارح بقاعه المؤتمرات في استاد مولاي عبد الله، وحضر وفد النادي الاهلي برئاسه المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي والمنسق العام للبعثه، وكمان كابتن سيد عبد الحفيظ وعدد من الاداريين. ومن الجانب الثاني كان موجود الوفد الاداري لنادي ريال مدريد في حضور اللجنه المنظمه لبطوله الفيفا وطاقم التحكيم ومنسق المباراة للتأكيد على التعليمات الإدارية والتنظيمية والإعلامية الخاصة بالمباراة.
وتحدد ان الاهلي هيلبس اللبس التقليدي بتاعه التيشيرت احمر والشورت الابيض، اما ريال مدريد فهيلبسوا الطقم البديل باللون الموف سواء التيشيرت او الشورت. خلصت اخبارنا، تعالوا بقى نروح للجزء الثاني من فقرتنا تعليق فصول. مفيش صورة تعلو النهاردة على صورة الشعار ده، شعار النادي الأهلي اللي كلنا بندعمه وبنشجعه، ومش بقول كلنا كجمهور اللي هو أهلاوية بس، لا كمصريين وكعرب وأفارقة والشرق الأوسط كله. النهاردة احنا بنمثل كل الناس دي قدام البطل الأسباني وممثل أوروبا ريال مدريد، النادي الأهلي المصري اللي إن شاء الله جاهز للمواجهة متسلح بطموح الوصول للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، متسلح بالإيمان بنفسه وبالرغبة في كسر هيبة فرق أوروبا قدام الفرق الأفريقية، وإحنا مش أقل منهم. مفيش حاجة مستحيلة، 11 لاعب قدام 11 لاعب، مفيش أي حاجة ممكن نخسرها إن شاء الله. ان شاء الله يعني يعتبر يا هند طموحنا واحلامنا اللي عدت كل حاجه، التوقعات في انجاز غير مسبوق من اهم اسلحه الاهلي في المباراه دي، وارادتنا القويه في اننا نتاهل للمره الاولى لنهائي مونديال الانديه بعد ما حققنا فيه الميداليه البرونزيه 3 مرات. وعايزه اقول حاجه مهمه لينا كجمهور، لو كسبنا النهارده ان شاء الله يعني فده هيكون اكيد انجاز تاريخي ما حصلش قبل كده، ان فرقه مصريه عربيه تخرج بطل اوروبا من كاس العالم للانديه، وده مش اي بطل يا جماعه، ده ريال مدريد النادي الملكي. لكن لو لا قدر الله خسرنا، وده اللي اغلب الناس متوقعاه معرفش ليه يعني، مش عايزين برضو نزعل ونتضايق، احنا حققنا اللي عايزينه من البطوله دي، وكل منظومه الاهلي عملت اللي عليها وزياده. المباراه دي مهمه، كانت بتخلينا نفصل ما بين يعني احنا عايزين ايه والاهلي ان شاء الله هيعمل ايه، فان شاء الله متوقعين الخير باذن الله يحصل النهارده في المباراه دي، وربنا يكرمنا ونوصل للنجاح اللي احنا عايزينه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كده خلصت فقرتنا دلوقتي، ممكن نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا تاني. رجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم حلقتنا، وصلنا دلوقتي لاستوديو الحريف. طبعا احنا خلاص كلها ساعات على المباراة ما بين الاهلي وريال مدريد، ودينا شفنا امبارح قد ايه العالم كان بيتغنى باسم الاهلي في كل الصحف العالمية، خصوصا بعد مؤتمر انشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي وكلامه عن الاهلي وتاريخه الكبير. احنا النهاردة بنكمل حلقة امبارح وهنناقش ونحلل كل حاجة ليها علاقة بماتش النهاردة ان شاء الله، عشان كده معنا ومنورنا ضيوفنا الاعزاء آسر حسين الناقد الرياضي وسامح سمير الناقد الرياضي. برحب بيكم كالعادة، يعني الضيوف شبه دائمين معايا. ازيكم حريف؟ كويسين. انتوا كويسين؟ احنا زي الفل الحمد لله تمام. انا عايز اعرف قبل ما نسالكم اي حاجه، كل واحد يقول احساسه. اسر يعني متفائل. متفائل ومتحفز جدا، حاسس اصلا يعني عايز ماتش يجي دلوقتي، مش قادر استنى الست ساعات دول، فان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ان شاء الله. ان شاء الله. سامح؟ لا انا حاسس ان انا عندي منتج مصري، صناعه مصريه مفتخره كده، العالم كله بيتفرج عليها. العالم كله شايفها، دي العزه والكرامه اللي انا حاسس بيها النهارده، دي اللقطه اللي عايزين كل مصري مش كل اهلاوي بس بالزبط. كل مصري يحس بيها النهارده. رانيا اميره وهي طالعه بتقول لك انا حاسه ان انا ايوه دي حقيقة. يوم مش طبيعي، يوم صح. مش عادي. صح. مصر كلها ومش مصر بس، ده مصر، افريقيا، العرب، الكل النهارده بيفتخر بهذه الصناعه المصريه المفتخره. صح، انا عرفت احساسكم، بس هطلع فاصل سريع ونرجع بقى نبدا مع حضراتكم استوديو الحريف. ورجعنا معاكم تاني ومكملين معاكم استوديو الحريفه. يعني شايفين الروح والحماس، انا حاسه والله الروح دي
الروح دي بتقول مكسب يا جماعه، الروح دي اللي احنا شايفينها دي بتقول مكسب. مفيش حاجه، مفيش مفر. حاسين بكده ولا لا؟ اكيد اكيد اكيد. الروح والسقف أميرة وهند، يمكن كنا سامعين من الكلمه قبل الهوا، الحاله دي خلقها النادي الاهلي وفرض نفسه على انه انت بتمثل دايما مشرف بلده، مشرف شعب الاهلي، مشرف الجمهور، مشرف قارته، مشرف الوطن العربي. فبالتالي انت النهارده استحقاق انت رايح له بمجهودك باقدام لاعبيك. خامس مره تلعب دور قبل النهائي، اللعيبه عارفه حجم وقدر المباراه. حتى مش فكره بس انه عشان ما بقاش احنا حاسين ده، احنا لا عايزين نوصل لما ابعد، زي ما كانت هند بتقول قبل الفصل، لما ابعد من البرونزيه. لكن في نفس الوقت اللعيبه اللي تستحق التوج نفسها انها تلعب مباراه ريال مدريد ايا كان النتيجه. في شعرايه رفيعه قوي بين التفاؤل المفرط او المبالغ فيه وما بين انت تبقى عارف قدر نفسك. الانجليزي يقول لك بوزيشن يور سيلف. النادي الاهلي داخل ممركز نفسه، عارف هو ايه. انا عندي سلسله لا هزيمه، النادي الاهلي انا ما اتهزمتش من 27 اغسطس، بقى لي اكتر من 6 شهور. انا بلعب قبل النهائي الخامس، انا مش ريال مدريد مش هحقق كاس العالم للانديه الخامس على حسابي، انا مش عايزه يكسب. انا بنافس زعيم الكره في العالم وزعيم الكره الاوروبيه اللي عنده 28 لقب قاري وانا عندي 24، مش عايزه ياخد بطوله يعدي بيها بلقبين، عايز العب المباراه بقتال. لرفع السقف كمان كولر بشكل مبهر جدا فتره قصيره جدا، كل جمهور الاهلي في الشارع عنده ثقه فيه كبيره جدا، عندنا ثقه في لعيبتنا الاهلي انها تكون قد المباراه النهارده. وبرضه مش هننخدع بانه ماركا او كل ما كنت بتابع انا وسامح الصحف الاسبانيه الايام اللي فاتت كله بيتكلم عن لسته من غيابات لعيبه، لكن في الحقيقه القوام الاساسي هم 4 لعيبه من القوام الاساسي. صحيح من القوام الاساسي، لكن كل الموجودين دي ريال مدريد في النهايه، عنده سكواد دبس وعنده لعيبه بتساوي مليارات. فبالتالي بعتقد انه كولر بذكائه هيقسم مباراه سيناريوهات زي ما ريال مدريد ممكن يعمل كده. اتفرجنا على اخر مباراه ريال مدريد، لقينا انه خلى المعلمين بمعنى الكلمه كده مستنيين بره، وبدا بوسط ملعب شاب شويه اللي هو سيبايوس، ولعب سيبايوس ولعب تشاوميني ولعب فالفيردي. الشوط الثاني او لما دخل هدف عكسي من ناتشو، كان يتكلم برده على غلطات ناتشو، حاول انه يرجع في النتيجه، نزل كروس ومودريتش بعد حوالي ساعه من المباراه، دقيقه 65 بعدين في دقيقه 80 عشان، ونزلوا فعلا قلبوا الماتش لكن الفوز ما جاش. بس ده سيناريو ممكن يحصل. قبل ما نخش في سيناريوهات اللعب انا عايزاكم تتكلموا وتقولوا لي شايفين التغطيه الاعلاميه العالميه اللي بتحصل للاهلي شايفينها ازاي؟ مفيش كلام اكتر من اللي قاله انشيلوتي يمكن في المؤتمر الصحفي. انا كنت بتمنى الحقيقه ما يقولش كده، كنت بتمنى يكون في نبره تعالي، كنت بتمنى انه يكون مستقل من المباراه، او زي ما الناس بتعتبر ان بطل اوروبا بيخش المباراه دي انها مباراه وديه. الحقيقه ابدا. بعتقد التغطيه العالميه كانت مهمه جدا وابرزت انه المباراه بين بطل يعني بطلين. بطلين بين بطل القاره الافريقيه وبين على مدار التاريخ طبعا بطل طبعًا. الاوحد مش النسخه اللي فاتت، بطل ب10 مرات، وما بين ريال مدريد طبعا صاحب ال14 لقب في اوروبا والزعيم. اتكلمت على حجم انجازاتنا الاهلي وانه بيجيد لعب المباريات دي. انشيلوتي اتكلم تكتيكيا على مباراه الاهلي، مباراتين الاهلي اللي فاتوا، قال انه شفنا انه لعيبه بتامن كويس قوي، بتقدر تخطف المكسب وعندهم متمارسين جدا. اتكلم على حجم الليبل والعلامه التجاريه للنادي الاهلي، فبالتالي هم مدركين كويس قوي حجم الفريق اللي هيلعبوه، وده مهم في نفس الوقت. واحنا كمان عندنا هدف وعايزين نروح لبعيد بالظبط، ويعني زي دلوقتي السنه اللي قبل اللي فاتت انا طلع لي حتى في الميموريز يعني في الذكريات انه كانت مباراه بايرن لعبنا قدام بطل اوروبا، لعبنا مباراه ممتازه واتغلبنا 2-0، لكن اللعيبه والجيل ده اعتقد انه وصل لمرحله من النضج واستوى. كنا بنلعب قدام بايرن عشان لما يجي لنا مباراه زي دي نبقى مستعدين ليها، اعتقد ان احنا في اتم الاستعداد ليها. صح. سامح، عايزه بقى اكلمك عن حاجه ثانيه، الجماهير، دعم الجمهور المغربي الغير طبيعي للنادي الاهلي، شايف الدعم ده ازاي وشايف هيفرق بقى في ماتش النهارده ازاي، خصوصا واحنا سمعنا اخبار ان هم اتفقوا مع جمهور الاهلي على دخله وان هم عايزين يشرفوا جمهور الاهلي والمجهود اللي بيبذله الجمهور المغربي. بص، يمكن من بعد ما خسرنا دوري ابطال افريقيا هناك في المغرب وكان في بعض الحزازيات اللي ملهاش معنى، طبعا الحقيقه هي اللي بنشوفها دلوقتي امام الكاميرات وخلف الكاميرا. كابتن محمود الخطيب طبعا سلامات، كان عنده عقه صحيه، ينور الدنيا ان شاء الله بالف سلامه. فوزي لقشع اللي عايزين نشكره احنا كمان، زي ما كابتن الخطيب طلع في بيان رسمي وشكره على الرعايه الطبيه والاهتمام والاحترام لهذا الكيان النادي الاهلي هناك في المغرب، حاجه تحترم جدا. فالجمهور المغربي طبيعي انه يكون داعم لينا، احنا اول شعب عربي وقف خلف المغرب في كاس العالم منذ ايام لما وصل وعمل هذا الانجاز اللي صعب جدا يتحقق حتى 50 سنه
جايه. نتمنى ان هو يتحقق طبعا، ما يبقاش فيه مستحيل، لكن هو رفع سقف الاحلام ان ما يبقاش فيه مستحيل تماما. طبعا احنا هنا الصحف المصريه، احنا عندنا حتى في الوطن عملنا ليهم ملف خاص، عدد كامل، لغينا السياسه والاقتصاد وكل حاجه في الدنيا، عملنا ملف كامل للمغرب. فالمغاربه اقل، لا ده الناس كانت في الشارع هنا بتحتفل كانه مصر هي اللي كسبت. اقل شيء تعمله المغاربه معاكي النهارده انه يقفوا جنبك، حتى لو انت ما كنتيش احتفلت بيهم. الدم العربي واحد، لكن انا عايز اتكلم عن لقطه عجبتني جدا امبارح. كان عندي لقطتين في قمه الفخر، انا كمصري او كاهلاوي او كعربي او كافريقي انا انبسط بيها. اللقطتين دول اتفرجي امبارح على مران الاهلي وكافه وكالات انباء العالم بتغطيه، كافه مراسلي العالم بيغطوا هذا المران. الفريق من افريقيا اسمه النادي الاهلي هيواجه ريال مدريد، فكل العالم واقف بيصور، كل العالم عايز يتابع مين كولر ومين قفشه ومين محمد شريف ومين كهربا اللي الدنيا قايمه عليه فيفا ومين ومين، عايزين يشوفوا ويعرفوا احنا معانا الصور رايح فين. طبعا الحاجه الثانيه، اللقطه الثانيه اللي عجبتني جدا هي اسبانيا، هي اللقطه هي طبعا جميله، بشكر الاخراج طبعا والاعداد اللي معانا كلمه بكلمه. دي اللقطه، لما تلاقي لقطه زي كده عليك ان تفتخري بكونك اهلاويه، ده رقم واحد، وعليك ان تفتخري بانك مصريه، ده رقم اثنين. فده الطبيعي. شوفي اللقطة، طبعا ده فخر للاعبين، فخر لينا احنا كجمهور نادي الاهلي. اللقطة دي تساوي ملايين، اللقطة دي لقطة للتاريخ، لازم نعرف ده، لازم نوثق ده تاريخيا، لان مش اي حد هيصل لده تاني. اللقطة التانية اللي مش هنساها، يا ريت برضو زمايلنا مش مهم احنا نيجي على الشاشة وما يوروا للناس اللي احنا بنقوله، لا امبارح قناه ريال مدريد، واول امبارح بقى لها يومين بتعرض استوديو تحليلي وحاطه شعار النادي الاهلي اللي بيرفرف كده وبينور في العالم كله، في اوروبا وفي ريال مدريد وعالم ريال مدريد، وبيتحدثوا عن قيمه النادي الاهلي، قوه النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي، مباراه 2001 اللي فزنا فيها هنا في القاهره 1-0 بهدف صندي. فكل ده شرف، ده تاريخ بيتكتب كده، بيتناقش على جدران تاريخ الكره العالميه مش الكره المصريه فقط، وانت تفتخري بيه، ده لازم نقوله والناس لازم تعرفه، بعيدا عن النتائج، بعيدا عن اللي هيحصل النهارده. بايرن ميونخ المباراه مش زي ريال مدريد نهائيا، الحسابات مختلفه، بايرن ميونخ ريال مدريد مش بقوه البايرن حاليا، البايرن كان في عزه، كان في مجده، كانت البطولات رايحه له، كان التاريخ بيناديه، لكن النهارده ريال مدريد عنده ازمه، ريال مدريد عنده اصابات حدث ولا حرج، ست نجوم كورتوا عشان يلعب النهارده بلونين، عنده ميليتاو إصابة، عنده لوكاس فاسكيز إصابة، عنده ميندي إصابة، عنده هازارد إصابة، عنده كريم بنزيمة إصابة، لا ده حكاية، ست لاعبين أزمة. عنده هزائم في الدوري الإسباني، أربع هزائم، خسران كاس السوبر. الصورة اللي أنت كنت بتتكلم عنها أهي، أدي الصورة طبعا، دي حاجة هي وهو. عشان كده لما بقولك إن دي صناعة بلدنا، الصناعة الفاخرة المفتخرة، أفضل أقولها هذا المنتج المصري العربي الإفريقي. إحنا اللي شايفينه ده تدريب الأهلي اللي نقلاه ريال مدريد. هم نقلوا المران وعملوا استوديو تحليلي واتكلموا عن النادي الأهلي بشكل محترم جدا، بيشوفك عامل إزاي، بيشوفك بتؤدي إزاي، أنت رايح على فين، لأنك أنت ليك اسم لك قيمة، هو مش أول مرة يشوفك، مش أول مرة يعرفك، هو عارفك كويس جدا ولعب قصادك قبل كده واحترمك. أنا عايزة بس أشكر كل إدارة قناة النادي الأهلي الحقيقة أنهم قدروا يعملوا الكولابريشن ده مع قناة ريال مدريد، وزي ما كابتن إسلام قال أنهم بعتوا الإيميل ولقوا الرد كان سريع. الحقيقة ده مجهود كبير جدا منهم، برضو أنا عايزة أحييهم وأشكرهم عليه لأنهم شرفونا بيه قوي. عايزين نخش بقى، لا ونقول ده على لساننا برضو، أقول ده على لساني، يمكن أنت علشان متواجدة في القناة ممكن الناس تقول أنها شغالة معهم، لا أنا أقول قناة الأهلي عاملة مجهود هايل جدا خلال البطولة، أنتوا عاملين شغل عالي جدا خلال البطولة. النهاردة أنا كنت قاعد مع اميره قبل الهوا، سمعاني اغنيه هي عاملاها بصوتها للنادي الاهلي، مش عايز احرقها على الهوا، وهي قالت لي بلاش تحرق، بس انا مصر اتكلم ان انا تعبت حد الفجر عماله تسجلها، صوتها هايل، عامله كلمات هايله للنادي الاهلي، ونفسها ان هي تنزل ان شاء الله مع الفوز. الضيف ده بيبوظ المفاجآت، ما تقوليلوش حاجه تاني. فطبعا دي حاله من الفرح، هي كمشجع بالمناسبه، هي ما تعملتش كمذيعه ولا ان انا عايز اظهر ولا، هي اتعملت كمشجع عايزه تفرح وتفرح الناس وتسمع الناس قيمه النادي الاهلي من خلال اغنيه ظريفه لده. فاحنا النهارده على موعد مع التاريخ ان شاء الله، يكون على موعد مع السعاده. ريال مدريد النهارده مش في احسن حالاته، بالعكس عايز اقول لكم انه في اسوا حالاته. لازم نضع الخصم عند حجمه الطبيعي، احنا عندنا هنا آفة للاسف، مش عايز اقول في الاعلام المصري، ولكن عندنا افه ان احنا دايما بندي الامور اكبر من حجمها. صح، انا رايح العب ريال مدريد، انزل اعرف قيمه نفسك واعرف حجمك كويس جدا. احنا جامدين جدا. وقفشه قال كلمه حلوه قوي، ان انا 11 لاعب يا جماعه، قصاد 11 لاعب. برافو. وهند قالت الكلام ده، فكره قفشه ده هو اللي عايزينه يبقى. ويمكن كمان شناوي، انا فاكره بعد ماتش سياتل في الاوضه بتاعت اللبس
كان متصور وهو بيقول للعيبه مش قلت لكم يا رجاله ان انتوا لما بتصدقوا ان انتوا لعيبه كويسه بتبقوا لعيبه كويسه وهي دي الروح. طب آسر برضو عايزين احنا بنتكلمنا عن الاصابات دلوقتي وسيبك من الاصابات بس ريال مدريد فريق يقدر يعمل البطولة دي بمنتهى السهولة، تشوف كولر ممكن يعمل ايه علشان يستعد كويس للمواجهة دي، شايف ممكن تبقى خطته ايه؟ طيب هو في النهاية يعني طبعا في اصابات وفي يعني فعلا ريال مدريد زي ما كان سامح بيقول مش في التوب فورم او كده، لكن ريال مدريد يبقى ريال مدريد، يمكن صعوبة المباراة او سخونة المباراة على عكس ما في ناس بتقول او الرأي الدارج انه ساعات بطل اوروبا بيبص عليها المباراة ودية، بالعكس الكلام ده بالتالي ريال مدريد النهارده هيضربه بعرض الحائط لاسباب كتيرة، اولا انه في محتاج سيلفر وير او محتاج انه يحقق لقب السنه دي، بدا الموسم بخساره لقب السوبر من ايام قليله في امام برشلونه في الرياض، بعدين بيبتعد بعد الخساره الاخيره بثمان نقاط في الدوري، برشلونه بياخد الدوري بيجري بيه، عنده مباراه قبل النهائي مع في كاس الملك مع برشلونه برده فبيصطدم، عنده مباراه دور 16 في دوري الابطال مع ليفربول، فبالتالي كلها معارك قويه جدا، فمحتاج بطوله تعيد الثقه للاعبين وبطوله مهمه داخل فيها كبطل اوروبا يفكر اللعيبه نفسيا ان هم ابطال اوروبا وياخدوا كاس عالم انديه، فبالتالي المباراه صعبه. انشيلوتي عايز يكسب عشان طبعا ما طبعا مع السلامه طبعا بالظبط يعني الدوافع، ما اعتقدش هند انه بقى لو خسر البطوله دي بس برضه هتبقى يعني ضربه في ضربه في نعش الرحيل شويه. على الناحيه الثانيه اميره كانت بتسال وانت هند كنت بتساله على الغيابات، يمكن شفنا انه تاثير طبعا بنزيما وكورتوا انت طبعا الحارس الاساسي وبنزيما هداف الفريق. طبعا فيرلان مندي برضو الباك الشمال الاساسي لما غاب كامافينجا اللي بيلعب مكانه. الفكره بس انه استعداد كولر ليه ردا على سؤالك الذكي اميره انه بعتقد الناحيه اليسرى عند ريال مدريد دي اللي لازم كولر وانا متاكد ان هو يفطن ده تماما اللي فيها مفتاح اللعب الاساسي هو فينيسيوس جونيور، انت عايز تعمل اوفرلود او تحمل الناحيه اليمين ناحيه محمد هاني يبقى في لعيبه كتير قوي بتساند الناحيه دي. في فكره ممكن تكون يعني جربها في تمرين مره او اتنين على مدى برضو استجابه منعم ليها لو مش على عكس عدلته انه بدل ما منعم اللي بيميل ناحيه شمال يلعب هو قلب الدفاع ناحيه اليمين عشان في موقف زي ما الانجليز بيقولوا 1 في 1 او 1 فيرسس 1 او 1 على 1 مع فينيسيوس هو افضل من متولي في التعامل معاه لو عدى من محمد هاني او لو حد من وسط الملعب اللي بيرحل ناحيه محمد هاني. أوكي. على الناحيه الثانيه بعتقد كل السرعات اللي محتاجها النادي الاهلي هتبقى في بدايه التشكيله، محمد شريف انا واثق انه هيبدا لان انت محتاج سرعات في الحته دي، طاهر انا بعتقد انه من الافضل انه يبدا عشان انت محتاج سرعات. ناحيه اليمين حسين شحات طبعا لعب قبل كده قدام ريال قدام العين وكاد ان يسجل وبيخافش في الماتشات دي بيلعب ثقه وعنده السرعات وعنده دريبلينج واحد على واحد في السويتش اللي هنعمله لما الكره تتقطع ان شاء الله، لكن بعتقد في فكره برضو تانية ان انت ممكن تلعب بطريقه يونايتد شويه انك تحط اربعه في النص يعني ممكن مروان عطيه يبقى بيميل ناحيه اليمين عشان يقفل الناحيه الشمال عند هتبان انها في تامين زياده لكن انت لو استخدمتها تكتيكيا زي ما كولر بيعمل مفيش اي مشكله في ده، لكن بعتقد انه الاقرب التشكيله اللي بدانا بيها مباراه اوكلاند مع تغييرات بسيطه في العناصر، وكان حد بيسالني يمكن قبل المباراه عن طب كهربا بينزل بيبقى تاثير بيعمل اسيست بكعبه قفشه نزل خلص الماتش استعاد الثقه انه عمل قضيه ثانيه ليهم دور في المباراه بس ما اعتقدش ابدا ان هم هيبداوا ان العناصر اللي بتكلمنا عليها هي الانسب للمباراه، فبالتالي طبعا مفتاح اللعب الاخطر او الاساسي هو فينيسيوس رودريجو هيلعب مباراه عمره لانه في غياب بنزيما طبعا عايز ياخد يعني يقول لك ستيب اب او ياخد طبعاً. الاضواء فبرضه زي ما كنت بقول لك من شويه لو هي فكره لو الافضل يعني كولر انا اكيد انه يعني انا متاكد متيقن لفكره انه لو بدا بنص الملعب اللي بدا بيه المباراه اللي فاتت امام مايوركا اللي خسرها 1-0 انه بدا بسيبايوس وتشاوميني وفالفيردي هتلاقي انت كروس ومودريتش قاعد بره كولر بيفكر لما ينزله هيعمل ايه، فنفس الكلام كولر هيقسم اوراقه على تقسيمه السيناريوهات وبعتقد ان شاء الله ان ده اللي قادر انه يعمل مباراه كبيره جدا. فكره النتيجه او يعني مين يقول مين يكسب صعبه لكن انا متاكد المباراه مش هتروح لسكور كبير انا واثق يعني لو حالف الاهلي حسن ممكن لك نتيجتين لو هتسيني اتوقع لك احنا ان شاء الله لو عندنا فرصه ان احنا نخطف هدف ممكن الاهلي يكسب 1-0 لو نتيجه للمنافس لا قدر الله هتكون 2-1 مفيش حد في مباراه زي دي وحجم الفرقتين وتقارب المستوى والدوافع العاليه عند الاثنين هيفرق بسكور انا واثق من ده. احنا معانا لقاء كولر هنشوفه ونرجع تاني يلا بينا. Natürlich nicht der selbstische Eindruck oder einfach, dass man neben Spiel schon nach 10 Minuten ein Tor schießt. الموضوع مش سهل ان احنا بنلعبش نفسنا ان احنا دايما نجيب جون في اول 10 دقائق والمباراه دايما بتبقى 90 دقيقه. فرقتنا كلنا متاحين كل لاعبتنا متاحين.
زي ما قلت من شوية ريال مدريد عنده قائمة كبيرة من اللاعبين. هما لعبة كلها لعبة دولية، كلها لعبة على مستوى عالي. مفيش فرق بين اللي برا واللي جوا بالنسبة لهم، وإحنا مهم بالنسبة لنا إحنا لو ركزنا على اللعبة بتاعنا، لو ركزنا على نقاط القوة وكمان يمكن نقاط الضعف في ريال مدريد اللي احنا نقدر نوصلها للعيبة. لكن المهم جدا ان احنا نلعب ونظهر بثقة وبشخصيتنا قدام الماتشات دي. ما ينفعش ان انت تفضل واقف ورا وتدافع بس، لكن لازم انت كمان تعمل حاجة، لازم يبقى ليك فعل ولازم عندك ثقة في نفسك. واحنا ممكن عندنا ثقة في نفسنا وعندنا الامكانيات لده. احنا من ساعة ما مسكنا الإدارة الفنية النادي الأهلي ما خسرناش ولا مباراة من ساعة ما مسكنا في 5 شهور، وده المفروض يخلي اللعيبة عندها ثقة في نفسها انها تقدم مباراة كبيرة قدام ريال مدريد. انا كمدرب ما شاركتش في بطولات بالشكل ده قبل كده، ولكن عامة دايما عندي كل انا كمدرب فلسفتي ان احنا كل باخد كل ماتش بماتش، وكل ماتش هو اللي بشارك عليه. وبالتاكيد ريال مدريد هو اقوى فريق احنا قابلناه من اول ما بدات، ممكن هيكون اول اقوى فريق هنقابله. وبالتالي بكره هحضر المباراه وهنحاول ان احنا نادي كل اللي عندنا عشان نعمل ماتش قوي بكره. السؤال الاخير، تصريحات مهمة. شفت التصريحات جامده ازاي؟ مهمه جدا. شفتي اللي قلت لك عليه؟ مارسيل كولر راجل حكيم كده، هادي محنك، لما اتكلم على فكره انك تلعب مش تحت ضغط، ان لاعبي النادي الاهلي يبقى عندهم ثقه في ان هم يؤدوا امام النادي الملكي ريال مدريد. عايز اقول لك ان ريال مدريد عنده مشكله، او هو لو قدر ان هو يلعب قدام النادي الاهلي بفكره ان هو يضغط او يفتح مساحات امام النادي الاهلي، مشكله النادي الاهلي اذا فتح مساحات امام ريال مدريد مش هيقدر ان هو يجريه. هو قال كلمه حلوه قوي مارسيل كولر، قال اللعيبه تلعب مش تحت ضغط رقم واحد، اثنين يبقى عندهم ثقه في انفسهم، ثلاثه ان انا ما الجاش للطرق الدفاعيه، لان لجوء للطرق الدفاعيه دي هيخليه هو يبقى تحت ضغط طول المباراه، لازم ريال مدريد هيهدف. ففكره انك تلعب دفاع او فكره انك انت تسيب مساحات لريال مدريد هي دي الازمه الكبيرة أمام هذا الفريق العظيم النهاردة في مباراة صعبة زي كده. ويمكن ده المدير الفني لمايوركا قاله إن هو كسب، لما سأل يعني طريقة المكسب كانت إنه قال إنه ضيق المساحات، لأن فريق ريال مدريد مش فريق ينفع إن أنت تسيب له مساحات، لأن اللعيبة يعني عندك فيني مثلا هتسيب له بس نفس. لا ده مش كده بس، يمكن كان آسر اتكلم بشكل محترم جدا عن فكرة فينيسيوس. فينيسيوس ده لاعب خطير جدا، كنت قلت لكم قبل الهوا إن هذا اللاعب قيمته السوقية 120 مليون يورو، ده اغلى لاعب في ريال مدريد. اغلى لاعب في الاهلي إليو ديانج حوالي 3.5 مليون يورو. لو بصيت للقيمتين هتلاقي ريال مدريد 348 مليون يورو، الاهلي في المقابل 28.3 أو 4 مليون يورو. طبعا فارق شاسع وكبير جدا، ولكن داخل الملعب هذه الارقام مختفيه مش موجوده تماما، بالعكس ممكن تلاقي العكس ان شاء الله. خطه ايقاف فينيسيوس اللي بيفكر فيه مارسيل كولر دلوقتي، ان انا ابتدي التشكيل بفكره ايه، ريال مدريد بيلعب ان هو بيخطف فرقته ناحيه اليمين، ناحية اليمين تماما بعيد خالص في الجبهة اليمنى، عشان يسيب فينيسيوس حر الحركة ناحية الشمال. وفجأة بعد ما يدخل دفاع الأهلي أو خط الوسط إن هو يقفل على الباك اليمين هناك أو الجناح الطائر الأيمن، يوم هو على طول كرة سريعة على الناحية الشمال عشان فينيسيوس يخش واحد ضد واحد على طول، يقدر ان هو يهدف ويدخل. فالقصه هنا انك انت تقفل مش محمد هاني فقط، لذلك انا اتفق معاه ان هو ينزل طاهر محمد طاهر. ليه؟ طاهر عنده التزام غير طبيعي في النواحي الدفاعيه الى جانب الهجوميه، فمحمد طاهر هيقدر يقفل بشكل كويس جدا مع محمد هاني، ويقابله زي ما قال برضو آسر، يقابله محمد عبد المنعم مش متولي، ممكن محمد عبد المنعم يقابل مع محمد هاني ومع محمد طاهر الى جانب وسط الملعب حمدي فتحي وإليو ديانج والسوليه، ان هم يقفلوا على هذا الثلاثي الخطير. يمكن بختلف معاه في دي، هو كان بيريح مودريتش وتوني كروس، انا شايف ان هو هيبتدي النهارده بمودريتش، هيبتدي بتوني كروس، هيبتدي بتشاوميني في وسط الملعب عشان يقدر يضغط ده، لان مودريتش لما بيتحرك في الملعب بياخد معاه 2-3، ودي الخطوره، دي الازمه. لازم النادي الاهلي يعرف ان مودريتش ما تروحش عليه
بواحد واثنين لعيبه، لان مودريتش حر الحركه صعب جدا تاخد منه الكوره، وتحركاته لوحده بياخد معاه اثنين ثلاثه لعيبه، فبيفضي الاجناح يقدروا ينقله بشكل كويس جدا. هي دي خطوره ريال مدريد. ومارسيل كولر بلغه الكوره كده تعلب، هو فاهم ده كويس جدا، وقاري فكره انشيلوتي وفكر ريال مدريد واضح امامنا كلنا. هي الفكره كلها ايه؟ سرعات لعيبه، امكانيات لعيبه، لازم انت تؤدي بخطه محكمه تكون فيها بس بعيد عن الضغط، بتلعب بثقه، ما بتديلوش مساحات، ما بتلجاش للطرق الدفاعيه. غير كده زي ما قلت لك 11 ضد 11 سهله جدا. خط الهجوم مين الافضل، او في ماتش زي ده مين احسن ان انت تبدا بيه؟ انت عندك كهربا وشريف وتاو. تاو يمكن من اللعيبه كمان اللي لعبت قبل كده قدام ريال مدريد في الفريق القديم بتاعه، كان لاعب قابل ريال مدريد، يمكن هو الشحات الوحيدين في الفريق اللي قبله ريال مدريد. مين الافضل ان هو يبدا بيه؟ بص، وجهه نظري المتواضعه في تشكيل النادي الاهلي هيبتدي ازاي. طبعا الشناوي حراسه المرمى هيبقى قدام محمد عبد المنعم ومحمود متولي، بقى الباك اليمين هيبقى محمد هاني، الشمال هيبقى علي معلول، في وسط الملعب حمدي فتحي وديانج والسوليه، ده لازم هذا الثلاثي امام الثلاثي الخطير اللي جاي من ريال مدريد. هتلاقي جناح طاهر، هيلعب طاهر محمد طاهر، واعتقد حسين الشحات هيبقى متواجد مش احمد عبد القادر. راس الحربه هيبقى فيه اختلاف ما بين الثلاثه، ناس كلها بتسال كهربا، ناس لازم تعرف ان هو جاهز للمباراه، ولكن هيقعد للشوط الثاني اذا ما حدث اي اختلاف، لكن الراجل هيبقى متواجد في الشوط الثاني لانه مش هيلعب المباراه لانه عنده اجهاد عضلي. جاهز، واحمد ابو عبله طبيب الفريق اعلن جاهزيته، وكولر ريحه يومين، بس ما يقدرش يلعب 90 دقيقه، ما يقدرش يلعب 90 دقيقه ومش هيبتدي بيه. عنده محمد شريف وبيرسي تاو، اعتقد انه هيلجا لبيرسي تاو لان في حسابات كثيره جدا. بيرسي تاو شارك امام ريال مدريد، بيرسي تاو سريع الحركه، بيرسي تاو عنيد شويه، افريقي، لياقته الذهنيه والبدنيه عاليه جدا. هو هيبدا اعتقد ان محمد شريف هو اللي هيكون بديل بيرسيتاو في الشوط الثاني. دي بالنسبه لتشكيله النادي الاهلي. ريال مدريد زي ما اتفقنا. قبل ما تقول ريال مدريد، عايزه اعرف من آسر من وجهه نظرك تشكيله النادي الاهلي الامثل. وعايزين نعرف برضو نقاط القوه اللي موجوده في نادي الاهلي اللي ممكن يستخدمها كولر صح عشان يقضي على المواجهه دي. طيب، في البدايه كده بس دعوه للتفاؤل، احنا لعبنا مباراه واحده بس على ملعب مولاي عبد الله 2016 دور المجموعات امام الوداد، وسجل الهدف براسيه رامي ربيع اللي متواجد مع الفريق دلوقتي، بن عزيز طبعا في وفاه حماه. فدعوه للتفاؤل، اخر مره لعبت على الملعب ده فزت فيه، والمره الوحيده اللي لعبت عليه، فان شاء الله يعني يبقى لنا النصيب ان شاء الله النهارده نعمل مباراه كبيره ونتوفق ونسجل ونكسب يعني. بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي زي ما قلت لك اميره وهند، ما اعتقدش انه هيختلف عن مباراه اوكلاند كتير، نفس الرصه او التشكيله اللي متعودين فيها على القوام الاساسي الاهلي اللي هيلعب بيه. فيش خلاف على حراسه المرمى طبعا في وجود حارس عملاق زي الشناوي، خط الظهر طبعا منعم متولي، الا لو عملنا يعني لو حصل التغيير التكتيكي في ترحيل منعم ناحيه اليمين ومتولي هو اللي يلعب شمال، هاني ومعلول ثلاثه وسط ملعب طبعا، سوليه وفتحي وديانج. هي الفكره في قدام الثلاثه اللي قدام، اعتقد دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اللي كل ريق يلعب بيه او يفاجئ بيها او يباغت. كل الناس بتسال، انا بعتقد ان شريف لازم يبدا سرعته. شريف طبعا مهاجم صريح لازم يبدا. كهربا ممكن يكون له دور في المباراه، بيرستا ممكن يكون له دور في المباراه لو هيلعب فيرود، بس ممكن كمان يلعب جناح يمين. اللي انا متاكد او يعني عندي احساس انه القناعات ان الاثنين دول انسب المباراه هو شريف وطاهر محمد طاهر ناحيه الشمال، لان طاهر بيديك حل انه بيلعب ناحيه الشمال، انت مستفيد كمان التزامه التكتيكي في الرجوع، وانه بيعمل يعني بول ريكفري، بيخسر الكوره بيرجع يجيبها ثاني، عنده قدرات، من اكثر لعيبه اللي واقفه على رجليها بدنيا في الاهلي، بيقدر يعني مجهوده الورك ريت بتاعه عالي جدا، فلعيب بدني، لعيب تكتيكي مهم جدا. كولر باين من الاول ان ده لولا غياب طاهر شهر كنا هنشوف طاهر اكتر واحد بيشارك مع كولر، من اللعيبه اللي حط عينه عليها ان دي هتكون احد يعني اللعيب ده واحد من الرجاله اللي لعبوا معايا دايما اللي هعتمد عليهم. الفكره هي في ناحيه اليمين، هل حسين الشحات ولا بيرستاو هيلعب كجناح، ولا هيبقى عامل الحل بتاع انه طيب انا اقفل نص الملعب زياده ويبقى فيه مروان عطيه مرحل شويه وابقى بلعب باربعه على الورق طبعا، او الفلات ان هي 4 4 2، لكن في السويتش او في التحول لما تنقطع الكوره وتروح للنادي الاهلي في المرتدات هيبقى مهم قوي دور شريف وطاهر محمد طاهر، والزياده من وسط الملعب طبعا اللي هيعملها حمدي، واللي لو وجود مروان عطيه هيعملها. فبالتالي شويه الفريقين كتاب مفتوح. بدا بكروس او مودريتش او خلاهم للشوط الثاني، اعتقد برده دي في عقل بال كولر انه هيتعامل مع ده، انه لو نزلوا يقدر يغير الماتش، لو بدا بيهم خلاص ده القوام الاساسي لوسط الملعب وانا بقابله بوسط الملعب الاساسي بتاعي. اعتقد دي اكتر مباراه ممكن نشوف استخدام للاوراق من كولر بتاعه النادي الاهلي. يعني في مباراه اوكلاند انت كنت مرتاح،
فرض اسلوبك وكسبت. فانت بتنزل اوراق التايمينج حتى بتاع تغيير هندو اميره كان انت بتعمله بمرونه بثبات ومرونه تكتيكيه ان انا عندي انا كسبان فبنزل حتى بدي لعيبه تاخد دخلات الرجل ما بتشاركش كتير. ماتش سياتل التايمينج بتاع تغيير انا شايف ان وسط الملعب المباراه انحصرت وسط ملعب عايز حد صانع لعب يكسر التكتلات فكان نزول قفشه. اعتقد مباراه ريال مدريد هتشوف فيها الخمس تغييرات بتوع النادي الاهلي. اعتقد ان انت محتاج كل الاوراق اللي بره وكل حد انا يعني في اعتقادي ومتاكد انه كل حاطط سيناريو ان مين التايمينج بتاع كل واحد ياخد وقت قد ايه ونزوله في التوقيت ده يغير الماتش ازاي. انا متفائل بانه الملعب ده كسبنا عليه اخر مره لعبنا عليه. متفائل وواثق في قدرات اللعيبه واثق في قدرات كولر وانه رفع سقف الطموح بشكل كبير جدا كل كمان لفتره قصيره جدا. نتمنى انه تستمر سلسله اللا هزيمه ودي دوافع كبيره جدا ان انت خامس نهائي دوافع الثامن مشاركه سبع مرات حققت فيهم الجزاء طبعا حققت ثلاثه برونزيه من اصل سبع مشاركات وده اعجاز تاريخي. لكن كان دايما المشكله او دايما هي مشكله مباراه انك توصل للنهائي. شقيقه السعودي الهلال ادى حافز كبير جدا للنادي الاهلي انه ممكن وعدم الفلامينجو وبنتمنى ان يبقى نهائي مونديالي عربي خالص يعني يا رب. يا رب ان شاء الله. احنا لسه مكملين كلامنا عن مباراه القمه عن مباراه كبير افريقيا وكبير اوروبا لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. رجعنا معاكم مكملين استوديو الحريف. سامح عايز اعرف منك نتكلم بقى شويه عن تشكيل ريال مدريد. انا معاك الاول برضو يعني اللقطه دي حلوه قوي ان انتوا يعني ان شاء الله يكون فال حلو النهارده الاهلي يكسب. والله فال حلو يعني والله انا متفائله جدا يا جماعه. انا متفائله ان شاء الله خير. ازاي ايه متفائل والله في حاجه بتفرج في البيت ساعتها كنت في استاد القاهره كمان كنا عاملين كده في كنت في لا كنت في استاد القاهره فعلا ساعتها قاعدين ثلاثه على كرسي واحد ده حجم لا 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 والله العظيم من حجم الجماهير كنا في استاد القاهره فعلا لا وحسام غالي لسه ما يتنسيش حسام غالي لعبها له هو لا طبعا تاريخ وحاجه مش هينساها التاريخ بيسجل زي ما قلنا ودي حاجه النادي الاهلي دايما مشرف الكل الحمد لله يعني قعدنا نتكلم لحد الصبح مش هنخلص في هذا الكلام ولكن بالنسبه لريال مدريد والمباراه زي ما قلنا او زي ما قال ياسر من شويه دوافع النادي الاهلي كبيره جدا في المباراه دي كبيره جدا. اولا هو حامل احلام وطموحات جماهير مصر مش جماهير الاهلي والعرب وافريقيا ده واحد خلاص. اثنين كتابه تاريخ جديد للنادي الاهلي في كاس عالم الانديه. ثلاثه اللاعبين دول كتابه شهاده ميلاد جديده ليهم كلهم امام العالم كله وفتح فرص احتراف. اربعه كتابه شهاده ميلاد جديده لمارسيل كولر هذا المشروع السويسري الفاخر ايضا في النادي الاهلي اللي لم يهزم في اي مباراه حتى الان. خمسه يعني نقعد نعد مع بعض مكاسب النادي الاهلي اللي عايز يصل للميداليه الذهبيه ان شاء الله ان لم تكن على اسوء تقدير ابو الاسوء والفضيه. جمهور النادي الاهلي وفكر وثقافه النادي الاهلي لا تعترف سوى بالبطولات والمراكز الاولى فقط. فدوافع الاهلي كبيره جدا كبيره جدا. ايضا خساره الاهلي دوري ابطال افريقيا وكان نفسه ان هو يحمل هذا الكاس ويصل لكاس عالم الانديه لما يروح كاس عالم الانديه ويكتب له القدر ان يصل لهذه البطوله فالاهلي لن يفرط فيها تماما بدايه من كابتن محمود الخطيب اللي ثاني وثالث هقول له سلامات واللي اصر ان هو يروح مع النادي الاهلي للمغرب لحد اصغر لاعب في النادي الاهلي بيحلم بهذه البطوله حتى اللاعبين المستبعدين حتى ايمن اشرف لحد امبارح هو بيكتب وبيتمنى ان لعيبه النادي الاهلي تحقق هذا الانجاز. فدوافع الاهلي كبيره جدا. في المقابل انا شايف ان ريال مدريد ما عندوش اكثر من ان هو عايز يضم بطوله لتاريخه وانشيلوتي عايز يعني يعيد البسمه لشفاء جماهير الملكي علشان يصل للفوز بعد ما خسر السوبر وبعد ما الدوري 45 نقطة أمام 53 نقطة لبرشلونة بعد كمان داخل على دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول مباراة مش سهلة تماما لسه عنده كمان تاني في برشلونة في كاس أسبانيا فعنده قصص وحواديت وحكايات صعبة جدا. فدوافع الأهلي كبيرة والظروف الصعبة لريال مدريد إن شاء الله تحسم لك هذه المباراة. نيجي نتكلم عن ريال مدريد هو دايما بيلعب بفكرة 4-3-3 طبعا فكر هجومي وبيلعب على الأطراف كويس جدا. طبعا عدم وجود كورتوا وبمناسبه كورتوا هيبقى متواجد في المباراه النهائيه ان شاء الله ما يلعبهاش بس هيلعب الثالث والرابع لان ماركا امبارح طلعت واكدت ان هو هيبقى متواجد في المباراه وان الاشعه اثبتت ان هو ما عندوش اي ازمه في انه يرجع بس مجرد اجهاد عضلي ما فيش اصابه فهيجي بالمناسبه بنزيما هو اللي مش هيبقى متواجد هو كورتوا بس اللي هيبقى موجود في المباراه فهيبتدي بلونين ده طبيعي لان هو الحارس الثاني خط الظهر هيبقى موجود فيه هيبقى فيه كاما فينجا وكارباخال وهيبقى فيه
اسمه ايه بدي ناتشو اللي كان عنده اخطاء ولسه كان بيتكلم فيه برده اسف في المره اللي فاتت. وروديجير طبعا هيبقى موجود، انطونيو روديجير هيبقى متواجد في وسط الملعب. انا اعتقد انه هيبدا بتوني كروس وهيبتدي بمودريتش وهيبقى موجود معاهم تشاوميني، دول الثلاثي اللي هيبقى متواجد. واللي ما كانوش متواجدين في المباراه اللي فاتت ما كانش متواجد توني كروس ولا متواجد مودريتش، واللي ادخرهم للشوط الثاني اعتقد ان هو هينزل بيهم، الا اذا لجأ لنفس السيناريو زي ما قال انه ممكن هو يعتمد على في الشوط الثاني على توني كروس وعلى مودريتش ان هم يبقوا متواجدين. طبعا الثلاثي المرعب اللي لا جدال عنه تماما اسينسيو و رودريجو اللي عايز طبعا يعني خلاص بقى عشمان في الفرصه وعايز يكسر الدنيا، وهو بديل يعني من طراز اوروبي خالص طبعا منتظر هذه المباراه، وطبعا فينيسيوس جونيور. ده التشكيل المتوقع. ماركا امبارح توقعت ان هو هيعتمد على فالفيردي مكان اسينسيو، مش اقول بقى على عهدتي، اتكلم عهدة الناس اللي عينها في الملعب عندهم هناك، لان شافوا ان اسينسيو ضيع ركله جزاء امام مايوركا وشايفين ان هو خارج نطاق الخدمه مؤقتا، فممكن يعتمد على فالفيردي يكون موجود مع فينيسيوس ومع رودريجو. هي دي التشكيله اللي هيبتدي بيها. الخطوره زي ما قلنا هو ان هو ياخد اللعيبه كلها وفكر الاهلي كله ومجهود الاهلي كله ناحيه اليمين عشان يرسل الكوره لناحيه الشمال لفينيسيوس كالعاده عشان يبقى مان تو مان او ده واحد ضد واحد ويسجل في الشناوي. ده ان شاء الله اللي مش هيحصل، واللي هيقابله كولر بفكره محمد هاني ومعاه طاهر محمد طاهر او حسين الشحات الظهير والجناح اللي هيعتمد عليهم هيرجع يسند معاه الى جانب محمد عبد المنعم او متولي لو على موافقه. هو مقتنع بمتولي جدا بالمناسبه مارسيل كولر. هي دي خطوره ريال مدريد زي ما قلنا مع مودريتش اللي بيسحب معاه 2 3 لما بيلعب، ده بيبقى خطوره جدا. فالتركيز هيبقى على حمدي فتحي والسوليه وديانج في ايقاف هذا الثلاثي الى جانب طاهر محمد طاهر مع محمد هاني. اكيد اسر هرجع لك عشان نتكلم عن ريال مدريد، لكن عندنا لقاء مع لاعبنا محمد مجدي قفشه، تعالوا نشوفه ونرجع لكم تاني. كيف كان الاستعدادات لهذه المباراه حبيبي؟ يعني زي ما قلت قبل كده نادي ريال مدريد فريق كبير جدا وتاريخ كبير واحنا بنحترمه جدا، لكن احنا نادي الاهلي ودي مش اول مره ان احنا نوصل سيمي فاينال في كاس العالم، دي ثالث مره على التوالي، واحنا جايين عشان نحقق حاجه كبيره ان شاء الله. كل احترام لريال مدريد واللعيبه، طبعا لعيبه كبيره على اعلى مستوى واحسن لعيبه في العالم، لكن في الملعب ما فيش الكلام ده. في الملعب في 11 لعيب قصاد 11 لعيب، هو ده اللي بيفرق بقى شخصيه اللعيب في الملعب. فاحنا ان شاء الله نادي الاهلي جايين نلعب وكل اللعيبه جايه تلعب بكره عشان مكسب، عشان احنا نفسنا نلعب نهائي ان شاء الله ونحقق بطوله كويسه، فان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ونحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. اكيد تابعنا في مباريات الاهلي الاولى والثانيه، كان دعم جماهيري مغربي كبير لفريق الاهلي، رسالتك ربما للجماهير المغربيه اللي هتكون حاضره يوم غد؟ لا يعني دايما احنا في المغرب دايما لعبنا كتير في المغرب، دايما هي بلدنا الثانيه، احنا ما بنحسش دايما بالغربه او بنحس ان احنا في بلد بعيد عننا. المغرب بلدنا جميله طبعا وكل الناس في ظهرنا دايما وعلى طول بيبقوا معانا، حتى في الفنادق وكده دايما بيبقوا معانا، فاحنا من ساعه ما جينا المغرب واحنا حاسين ان احنا في مصر بصراحه. كل احترام ليهم وبنشكرهم ودايما هم في ظهرنا بصراحه. ربنا معانا كلنا ان شاء الله وربنا مع كل اللعيبه، وان شاء الله ان شاء الله يعني النهارده نحقق حاجه كويسه. اسر عايز اعرف منك، احنا اتكلمنا طبعا عن نقط عن التشكيل بتاع ريال مدريد، عايزين نتكلم برضو عن نقط الضعف بتاعتهم، نقط القوه ونصايح للعيبه. برشامه نقاط القوه والضعف طبعا بعتقد انه الغيابات مؤثره جدا عند ريال مدريد، لكن اللعيبه اللي موجوده لعبت المباريات اللي فاتت وحتى كسبوا فالنسيا في ظل الغيابات دي قبل مباراة طبعا مايوركا الاخرانيه. لكن بعتقد انه غياب ميليتاو والتناغم اللي موجود في قلب الدفاع، دايما انت مراكز معينه درجه تغير فيها كتير، مراكز حساسه جدا، مركز حراسه المرمى، مركز قلب المدافع صعب جدا. فخروج ميليتاو وجود روديجير المباراه اللي فاتت مع ناتشو مش خالق التناغم ده او الكيمستري بين الاثنين. ناتشو بعيد عن الهدف العكسي، بعتقد لا يوجد التعامل في الكرات العرضيه. سلاح القوه عندك انه معلول دايما يلعب الكره وهو بيجري، يبقى الاوفر بيتعمل وهو بيجري. العرضيات المتقنه من معلول، هو واحد من اميز الاظهره اليسرى مش في افريقيا في العالم، قادر تكسر بيه التكتلات، قادر تغلط بيه ناتشو، يا اما هيطلعها غلط او هيشتتها، او طبعا وجود شريف او اكتر من لاعب جوه البوكس. طبعا بنشوف زياده حمدي فتحي والدور التكتيكي مع مارسيل كولر ممكن تسجل هدف بالراس. الحاجه الثانيه انه بعتقد انه دور ديانج مهم جدا جدا في المباراه دي، لانه لو بدا كان زي ما سامح بيقول بالتشكيله الاساسيه، واعتقد ده الاقرب انه هيلعب مثلا، بس طبعا يعني نشيل تشاوميني لانه في الاغلب سيبايوس هو اللي بدا ياخد المباراه اللي فاتت، بقى بعد الرجوع يعني بقى هو اللعيب اللي بيلعب اساسي اخر ماتشات. فلو لعبت بسيبايوس ومودريتش وكروس من بدايه المباراه
مودريتش دايما مش لعيب وسط الملعب النموذجي او التقليدي، هو دايما بيزيد، وانت طالما انت حاولت زي ما وطبعا متاكد متيقن كويس قوي كولر ان انت تقفل الجبهه اليمين او مفتاح اللعب المعروف اللي هو فينيسيوس تقفل الجبهه دي، ممكن جدا خطر يجي لك من العمق، وده اللي انا متوقعه ان هو لو نزل مودريتش وكروس من اول الماتش مودريتش هيكسر خطوطه وعنده المهاره وبيعرف يرقص وهيكسر خطوطه يقدر يعمل الثرو البيني او يكسر دفاعات النادي الاهلي او الخط الثاني الدفاع النادي الاهلي من خلال ضرب من العمق. دور ديانج مهم جدا عشان يلعب دوره الاساسي او قوه او تعريف اللعيب الدستروير او اللي بيلعب في السمار عشان يفتك الكره او يهدم الهجمات المنافس. فوجوده امام خط الظهر في النادي الاهلي النهارده ديانج هو اللي قادر الوحيد القادر على انه يكسر كل محاولات الزياده العدديه في وسط الملعب او انه يبقى بيرحل او عايز ينقل خطوره انشيلوتي من العمق عن طريق مودريتش وكروس. فبالتالي دور ديانج مهم جدا، دور دفاع النادي الاهلي مهم جدا، دور علي معلول في العرضيات المتقنه او نحنا الهجوم الخاطف لما بنعمل السويتش تحول من كره اتقطعت من ريال مدريد نعمل الكاونتر الكاونتر السريع او المرتده السريعه، اعتقد العرضيات مهمه جدا. نفس الكلام سلاح الشوط، لعيبه تتجرأ في مباراه زي دي، شفنا ان ده احد اسلحه لكولر في كل المباريات سواء في مباراه الزمالك في الدوري بعدها في كاس العالم للانديه مباراه اوكلاند قبل ما المباراه بتفتح انت دايما بتلاقي اكتر من تسديد على المرمى والتعليمات جايه لكل لعيبه وسط الملعب والتعليمات جايه ليه جناحين الفريق حسين الشحات هتجي لك اقطم وحط واحده، طاهر اللي هو اللي بيلعب ناحيه الشمال اقطم وحط واحده، لعيبه وسط الملعب ديانج قربت من الجون حط واحده، حمدي فتحي نفس الكلام، السوليه طبعا حدث ولا حرج هو اصلا بيتقن التسديد كويس جدا. فاعتقد دي الاسلحه اللي تقدر تكسر بيها تكتلات ريال مدريد. سلاح العرضيات طبعا اللعب على ثغره ناتشو لانه واحد برده من اللعيبه اللي ارهقهم اللعب في اكتر من مركز لانه لعب قلب دفاع ولعب باك يمين ورجع لعب وسط يعني لعب في اكتر من مركز فالتشتت في المركز ده بيأثر على اللعيب ساعات. فبعتقد ان دي نقطه ايجابيه للنادي الاهلي في ظل غياب التناغم بين قلبين دفاع ريال مدريد. لونن المباريات القليله اللي شارك فيها كان مباريات كويسه وعايز يثبت نفسه طبعا في بطوله كبيره وما صدق طبعا ان الحارس اساسي والعملاق والمتمرس كورتوا بيغيب لظروف الاصابه فعايز يثبت نفسه، لكن اعتقد لازم احنا نختبره بشكل كبير جدا ونحاول نغلطه وخبرات لعيبه الاهلي اكيد اعلى منه يعني. فبالتالي بعتقد انه دي شويه يعني زي ما انت بتقول يعني شويه الحاجات او التيبس او البرشامه اللي ممكن نشتغل عليها في مباراه اليوم وان شاء الله ان شاء الله وهنكمل. بس احنا معانا لقاء مع اللعيب الاهلي محمد عبد المنعم نشوفه ونرجع تاني ان شاء الله ونبقى كلنا في فورمتنا وجاهزين ان شاء الله باذن الله نعمل ماتش كويس وربنا يكرمنا بالصعود ان شاء الله. ما فيش حاجه مستحيل باذن الله نتعب ونشتغل وان شاء الله باذن الله نبقى نقدر نعمل مفاجاه كبيره ان شاء الله ونصعد باذن الله يعني ان شاء الله. الصراحه بطوله منظمه جدا وبنشكر المغرب على تجهيز البطوله، بنشكر الجمهور وبنتمنى الجمهور بكره ان شاء الله يساندنا ويبقى موجود كله ان شاء الله. محمد عبد المنعم لعيب كبير جدا بالرغم من صغر سنه لكنه لعيب كبير قوي قوي قوي. عايزين نرجع للمباراه، عايزاكم تقولوا لي شايفين ديانج ايه الدور اللي ممكن يعمله النهارده في الملعب او الدور اللي هو ممكن يأديه النهارده في مباراه النهارده. خلينا نبدا من سامح. بص هو زي ما قال اسر خطوره ريال مدريد النهارده اذا بدا بتوني كروس وبدا بمودريتش ومعاه شاوميني او سيبايوس زي ما بيقول ان كل الحلول مطروحه النهارده. هيبقى مطالب خط الوسط حمدي فتحي والسوليه وخاصه ديانج بقى هذه القاطره البشريه اليو ديانج هذا المالي المحنك لازم اديله حقه لان هو بالفعل فارق في خط وسط النادي الاهلي سواء في الزياده العدديه الهجوميه او على مستوى التقفيل الدفاعي. فديانج هيفرق جدا مع وجود مودريتش مع وجود توني كروس. فديانج هيبقى ليه اعتقد ان هيبقى ليه مهام دفاعيه النهارده محدده عشان يقفل الثغرات زي ما قال مودريتش النهارده. ريال مدريد عارف كويس قوي مفاتيح لعبه فين وعارف كويس قوي انك انت فاهم ودارس وعارف وهتلعب على المفاتيح اللعب دي خاصه فينيسيوس. فهو من الممكن النهارده يعتمد على اختراقات مودريتش دي حقيقه هيعتمد على الزياده الهجوميه للاعبي وسط الملعب سواء كروز او مودريتش او حتى شاوميني او سيبايوس زي ما قال اسر ممكن يعتمد عليه. ده من الممكن كمان يبدا بنفس تشكيل مايوركا ويكون دي كانت البروفه اللي عايز يلعب بيها امام الاهلي. هو شايف ممكن يكون شايف انها ناجحه او فاشله ايا كان ممكن يقعد توني كروز ومودريتش على دكه البدلاء ونلاقيه نازل بيهم في الشوط الثاني. النهارده كل الافكار مطروحه كل الخطط مطروحه ولكن لا بديل عن ثلاثي خط الوسط ديانج والسوليه وحمدي فتحي لان ديانج هيبقى ليه المهام دي. نقاط ضعف ريال مدريد، ريال مدريد مالوش نقاط ضعف. ريال مدريد مش من الفرق اللي ليها نقاط ضعف تماما ولكن زي ما قال اسر وزي ما الظروف اللي احنا شايفينها امامنا بتحتم ان احنا نتكلم على هذه الثغرات اللي بتتمثل في خط الدفاع.
خط الدفاع النهارده انت عندك ناتشو عنده مشكله، ممكن ألابا النهارده يشارك بالمناسبه، كل الامور مطروحه زي ما قلت لك. فخط الظهر عنده مشكله ان الثلاثه مش موجودين، لا مندي ولا فاسكيز، الثلاثه مش موجودين النهارده، فمن الممكن انك انت تستغلي ده انك تلعبي عرضيات بشكل محترم جدا، انك انت تعملي اختراقات تسديد على المرمى، خاصه ان كورتوا مش موجود، لونين هو اللي متواجد. اللعيبه اللي موجوده بتلعب باسم ريال مدريد وما تفرقش تماما على الصف الاول، ولكن انت ما تتخضش. البرشامه او روشيتا اللي قلتوا عليها واسر اتكلم عليها انك ما تخافش، كولر قال كلام محترم جدا، اللعيبه تلعب بمنتهى الاريحيه، العب كوره زي ما قال قفشه، العب 11 لاعب ضد 11 لاعب، ما تلجاش للطرق الدفاعيه، انت خسران لعبت ولجأت للطرق الدفاعيه وعايز تلعب مان تو مان بقى وتقفل على فينيسيوس وتقفل على اسينسيو وتمسك مودريتش مان تو مان، هتخسر المباراه. فانت في النهايه تلعب باريحيه، ما تلجاش للطرق الدفاعيه نهائيا، 11 لاعب ضد 11 لاعب، وتقفل المساحات على ريال مدريد ان شاء الله، نصل بالمباراه بإذن الله. الى النهايه. فاضل معانا دقيقه، عايزين سريعا كده التوقعات. طيب هو في توقعين يعني شويه عكس بعض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. المباراه زي ما قلت لك مش هيبقى فيها سكور، فبتوقع يا اما فوز 1-0 للاهلي، اوكي، يا اما لا قدر الله لو يعني نتيجه اكتر من يعني عد يعني تعادلنا 1-1 هتبقى 2-1 لريال مدريد، بس ان شاء الله 1-0 للاهلي. تمام، توقعي سريعا، عارف انك بتخانقوا عشان الوقت دلوقتي، عشان لسه في توقف، في اسئله ثانيه عايز اسالها لكم سريعا. المباراه انا شايف انها ممكن تصل للوقت الاضافي. الاهلي لو سجل هدف ريال مدريد مش هيوقف، ريال مدريد لو سجل هدف بثقافه النادي الاهلي وعناده مش هيوقف عن المباراه. اعتقد ان النهارده عندنا ماراثون تاريخي في كاس عالم للانديه والوصول للاشواط وممكن ضربات الجزاء كمان. من وجهه نظرك مين هيكون رجل المباراه النهارده؟ ديانج. والله ممكن اتفق معاه على ديانج بالفعل، الا اذا كان في هدف تاريخي النهارده لمحمد شريف او كهربا او ايا كان اللي هيحرز الهدف النهارده، لازم هياخد رجل المباراه. حلو السؤال ده، مين هيكون صاحب الهدف الاول؟ هو الخناقه تبقى داخل بقى غرفه خلع ملابس وداخل المحاضره في اللاعبين، سامح انه مين عايز يبقى صنديق جديد، يعني انا لو بلعب ماتش ريال مدريد كله عايز يسجل، مين عايز يبقى صنديق جديد؟ مين يحرز هدف النادي الاهلي؟ اعتقد حد من وسط الملعب، يعني حد من الثلاثه، يا حمدي يا سوليا ديانج. دي حقيقه فعلا، هو هيبقى حد من وسط الملعب النهارده، ممكن تلاقي حسين الشحات وارد جدا، ممكن تلاقي بيرسي تاو بالمناسبه، ممكن تلاقي حمدي فتحي، ممكن تلاقي سوليا شوطه، ما تضمنيش ده، لكن اعتقد ان هيبقى في رقابه لصيقه جدا على بيرسي تاو او محمد شريف او كهربا لو نزل. انا بشكركم شكرا جزيلا، دايما منورنا وبنبقى مبسوطين ان انتم موجودين معانا وبنتفائل بيكم، يا رب يا رب نحتفل كده ان شاء الله بالمكسب إن شاء الله. كل الحاجات الحلوه اللي انتوا يوم الماتش ان شاء الله والشوط يبقى حلو ونكسب ان شاء الله، نحقق الانجاز ان شاء الله نكسب، وان شاء الله يوم الاحد انتوا طالعين، اتمنى نبقى متواجدين معاكم، ده حاجه تشرفنا، ونسمع الاغنيه بتاعتها عشان نحتفل بيها كلنا على الهواء مع الجمهور. ده فرح، احنا هنيجي هنا هنعمل ليله ثانيه للاهلي ان شاء الله يوم الاحد. بشكركم جدا جدا، وان شاء الله نكسب ونفرح كلنا النهارده ونحتفل بالفوز التاريخي اللي كلنا كل جماهير الاهلي وكل المصريين بيحلموا بيه. خلصت فقرتنا، هنروح دلوقتي لفقره استشاره طبيه، لكن هتكون من حلقه سابقه، استنونا الاسبوع اللي جاي في حلقات جديده ومواضيع مهمه. استشارتنا الطبية النهاردة هتكون عن مرضى السمنة واللي بيعانوا من زيادة في الوزن وبيجروا يجربوا طرق كتيرة علشان يتخلصوا من الوزن الزايد ده، وللأسف أغلبهم بيفشلوا وبيحسوا بيأس كبير، وبنفضل نسمع مقولة نفسي أخس بس مش عارف وصعب أخس وعندي وزن زايد وكتير جدا. فاحنا هنتكلم النهاردة عن الأسباب والخطوات اللي مش صح وبتتعمل أثناء الرجيم، وازاي نقدر نتجنب الاسباب دي والمريض ينجح في التخلص من الوزن الزايد. ومعانا ونورنا الدكتوره دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا اميره. مشكله الخساسين بنتكلم فيها كتير مع بعض، وان الناس بيبقى عندها مشاكل كتيره في انها تخس. ايه الخطوات اللي انا واحده دلوقتي عايزه اخس بعملها تخليني ما اخسش؟ بعمل حاجات غلط ومفروض ان انا فاهمه ان هي صح؟ لا، دي حاجات كتيره جدا جدا. اولا ان انا اصحى من النوم ما افطرش، دي لا، لازم الفطار هو اللي بي بي بيعمل لي التمثيل الغذائي اليوم كله، هو اللي بيظبط لي الميتابوليزم والحرق اليوم كله. بس هي الفكره الفطار يبقى ايه؟ يعني ما اقولش فطار وبعدين الاقي كورن فليكس بالعسل، ما الاقي فول وطعميه، فول وطعميه وبيض مقلي وكراسون ومربى واقول ان انا فطرت. لازم الفطار يبقى برضه فطار صحي. السلطه مثلا،
السلطه طبعا كلها الياف وفيتامينز وحلو قوي. يقول لك انا عايش على السلطه وما بخسش. الدريسنج اللي بتحط على السلطه ايه؟ يعني ناس بتحط بقى نص كيلو زيت زيتون زيت الزيتون طبعا دهون صحيه جدا وحلو جدا، لكن زيت الزيتون ما خلصوش واقول ان انا عامله دايت لانه كل سعرات حراريه. ممكن اقول السناكس اللي بين الوجبات، كيس شيبسي ده فين فين الدايت؟ في كيس شيبسي ده فيه شوفي كم سعر حراري. الاكل قبل النوم غلط، عدم شرب الميه يتخن، فيتامين د لو واقع يتخن، لازم فيتامين د يبقى على الاقل نسبته 20. كل الحاجات دي مش صح خالص. والناس فاكره ان هي بقى اصحى من النوم ما افطرش يبقى انا هخس، لا، الفطار مهم. الفطار الصحي هو اللي بيظبط لي عمليه التمثيل الغذائي اليوم كله. مظبوط. ايه الطرق الصح؟ احنا دلوقتي قلنا الحاجات الغلط، ايه الطرق الصح اللي اعملها علشان انجح الدايت بتاعي؟ الطرق الصح، اولا في ناس بتعمل دايت، بعض الناس بيعملوا دايت بيحرموا نفسهم من الاكل تماما عشان ينزلوا مره واحده. انا مش مع النزول مره واحده، ومش مع ان انا احرم نفسي من الاكل، لا، انا اكل كل حاجه بس اقنن كميه الاكلات وازود في اكلي البروتين والالياف وأقلل النشويات. طيب أنا هتكلم على الناس اللي ما بتقدرش تتحكم في شهيتها، وأعتقد أكثر من 70% مننا بيبقى صعب أن أنا أقدر أتحكم في الشهية بتاعتي. أعمل إيه؟ أستخدم منتجات أو مكملات غذائية تقدر تحجم لي وتقنني الشهية بتاعتي. زي إيه؟ زي كورس بيستا. كورس بيستا طبعا هو من إنتاج شركة بايوناتشرالز، كورس آمن ومرخص من وزارة الصحة المصرية، والفيتامين ألبا مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء. وبقول ليه فيتامين؟ لأن أي حد بيخس وهيقلل أكله لازم يعوض نقص الفيتامينات بمالتي فيتامين. طبعا أنا شايفة الكورس على الشاشة. أول منتج عندي هو بيستا، هو اللي مسؤول عن إنقاص الوزن. طيب اشمعنى بيستا؟ انا بقول الافضل في انقاص الوزن عشان عباره عن الياف. الالياف لما بتيجي باخد بيستا يا كيس يا اتنين يا ماكسيمم ثلاثه في اليوم قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه على كوبايه ميه، مش بق بقى، لا، كوبايه كبيره، واقعد ادوب كويس قوي عشان الالياف اللي داخل بيستا من رده الشوفان، من قشور السيليوم، من رده القمح بتمتص الميه دي. فلما باجي اشرب بيستا بالميه بتعمل زي بتنفش في المعده وبتعمل كدا حجم بوليكل كده. فلما باجي اكل ما لاقيش نفسي باكل كل الكميات دي. ومهم كمان في موضوع الاكل، ما اكلش بسرعه بسرعه بسرعه. ناس انا من الناس كنت بسرعه بسرعه بسرعه، لو انا جعانه لازم اكل بسرعه. مهم ان انا اكل بالراحه، لان هرمون الشبع الليبتون بيتفرز بعد تلت ساعه من الاكل. يعني ممكن اقعد بعد تلت ساعه لنفسي هموت فطسان، يعني اكلت كتير قوي، اكلت زياده عن اللزوم. فلما باكل بالراحه ده صحي اكتر. فهوصل لنقطه الشبع من غير ما اكل كتير. بالظبط بالظبط. فانا باخد بيستا قبل الاكل بنص ساعه، بدوبه على كوبايه ميه، هو طعمه عصير تفاح، مش حاسه ان انا باخد حاجه مره خالص. حلو. ولما هاجي بقى اكل هلاقي نفسي باكل ربع الكميه اللي باكلها. وبتكلم بخاطب الناس اللي بتحب تاكل بالليل. ناس كتير متعتها قدام التلفزيون بالليل اقعد انقنق بقى في اي حاجه. لا، بدل ما انقنق اخد بيستا، حتى النقنقه بتاعتي نقننها، لان خطر جدا ان انا اكل وانام. ناس كتير ما تعرفش تنام غير وهي ماليه معدتها. احلى حاجه النقنقه، صح؟ ايوه. فبرضه بيستا نقدر ناخده بالليل عشان ما اكلش كتير. ده اول منتج عندي، عباره عن الياف، عباره عن فيتامين سي. فيتامين سي احنا عارفين ان فيتامين سي مناعه عاليه، اعاده امتصاص او زياده امتصاص الحديد، واعاده بناء الكولاجين. اوكي. بنلاقي الكوزماتكس كتير مبنيه على الكولاجين، لان الكولاجين من اهم بروتينات جسم الانسان، ومن اهم البروتينات لصحه ونضاره بشرتي. انا عايزه اخس ما احسش ان وشي تعبان. اكيد. عايزه اخس ما احسش ان وشي دبلان ما فيهوش نضاره. الكولاجين لما بعيد بنائه بتلاقي نضاره في بشرتي. فاوريدي بيستا وحتى ألبا مالتي فيتا اللي اتكلم عنه داخله فيتامين سي، وفي دراسات اثبتت فعاليه بيستا لحرق الدهون كمان. فطبعا يبقى اول منتج عندي في الكورس بيستا،
ودخله كمان كروميوم. تاني منتج عندي مهم قوي امشي عليه وقت الدايت هو اي ال بي مالتي فيت. طبعا زي ده اللي هو موجود على الشاشه بالظبط. الب مالتي فيت من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده لانه فيه 13 عنصر من الفيتامينات والمعادن المسؤول عن الطاقة، مسؤول عن المناعة، مسؤول عن جمال البشرة، مسؤول عن صحة الشعر وصحة الضوافر ودعم عظمنا لأنه داخله كالسيوم. وكمان داخل الكورس في الجرين كوفي القهوة الخضراء اللي مسؤولة عن زيادة الحرق. وبيطلع كمان مع الكورس هدية فيتامين ديل. فيتامين ديل مهم قوي 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 للحياة عامة، واكثر من احنا كستات معظمنا يعني ممكن اقول 90% مننا عندنا نقص في فيتامين د، لان فيتامين د مصادره مش كتير في الاكل وبينتج عن طريق الشمس، واحنا في الشتاء ما بنقعدش في الشمس فاوريدي بيبقى عندنا نقص في فيتامين د. ففيتامين د مسؤول عن المناعه، وبتلاقي بنات كتير كمان لو عندها مشكلة في المود سوينجز يعني شوية بيبقى عندها نقص فيتامين دال كتير ما يعرفوش، فلازم برضو نعمل مونيتور لفيتامين دال، ده مهم جدا. ماشي يا دكتور. أي حد دلوقتي بيسمعنا وبنتكلم عن كورس وبيستا وكده هيقولك طيب ده أول سؤال هيتسأل، هيخسسني كام كيلو في الشهر؟ لا هو هيخسس كويس قوي، وبطمن كل الناس أن السادة العملاء عندنا من الستات والرجالة خسوا. أنا ما أقدرش أقولك، ممكن أقولك مينيمم 6-7 كيلو في الشهر، ده اقل حاجه، لكن كل واحد بيخس. في ناس خست فوق ال 15 كيلو في الشهر، في ناس خست 8 كيلو، في ناس خست 6 7 كيلو في الشهر، لان الراجل غير الست مثلا، الراجل بيحرق اسرع. في ناس بتاخد الكورس وبتتمرن معاه او بتلعب رياضه خفيفه يخسوا اسرع من يعني لكل واحد ليه لايف ستايل معين. يمكن احنا في صور اهي قبل وبعد. طبعا قبل وبعد. وعايزه اقول لك في شباب كتير للاسف دلوقتي بيعاني من السمنه، وهنا برضو قبل وبعد. هي ما كانتش تخينه قوي في الصوره، بس مهم قوي ان انا هنا كمان قبل وبعد. طبعا هنا باينه اكتر وناس ثانيه صح. طبعا. وعايزه اقول ان شركه بايوناتشرالز هنا طبعا الصوره دي باين واضح قوي فيها البيفور والافتر. يعني شركه بايوناتشرالز هي الوكيل الحصري، احنا ما عندناش اي منفذ بيع خالص غير الارقام اللي ظاهره على الشاشه. يعني اي حد عايز يجيب الكورس يتواصل على الارقام الموجوده على الشاشه، يتواصل على الارقام او يتواصل على صفحه الفيسبوك اسمها بايوبيستا. وشركه بايوناتشرالز موفره فريق طبي كامل لمتابعه الحاله كل اسبوع. وبطمن السادة العملاء أو أصحاب الأمراض المزمنة أنه مناسب جدا لمريض السكر ومريض القلب ومريض الضغط ومريض الكوليسترول. احنا لسه هنكمل كلام، لكن عندنا بس خبر سريع. كابتن محمود الخطيب اجتمع مع اللاعبين، عمل جلسة مع اللاعبين وقال لهم أنا ثقتي فيكم كبيرة، ولكن والجمهور يستحق منكم الأفضل. ده يمكن من دقايق يعني، فبإذن الله إن شاء الله اللعيبة تطلع على، وإن شاء الله أنا واثقة في ده، على نفس قدر ثقتنا فيهم وثقة كابتن محمود الخطيب وثقة كل جماهير النادي الأهلي بإذن الله. نرجع نكمل كلامنا عن بيستا والفيتامينز. ناس كثير ممكن تقولك أنا هل ده فات بيرنر، هل ده بيحرق الدهون؟ احنا عايزين نقول لهم انه الفرق بين الفات بيرنر وبين انه هياخد حاجه هتملى معدتي. بيستا عباره عن الياف، فهي الالياف هي اللي بتملى المعده، هو ده اللي هيحسسنا بالشبع. عندنا المنتج اللي بيساعد على حرق الدهون زي القهوه الخضراء، بس بياخد منه قرص واحد عشان ما يعليش الهارت ريت بتاعه، ما يعليش معدل ضربات القلب. هي بتبقى قرص واحد بس في اليوم، وبيبقى حلو وبيبقى يعني صحي ومفيد جدا كمان. يعني هي القهوه اصلا من الحاجات المفيده وبتساعد جدا في الحرق. بنسمع عن الشاي الاخضر كمان، بنسمع عن الشاي الاخضر والقهوه الخضراء بالظبط، لكن الزياده يعني مثلا الشاي الأخضر
الاخضر حلو قوي ان انا اخد 1 كاب او 2 كابس فقط، اكتر من كده يعني في ناس يقول لك الشاي الاخضر بيحرق دهون فاخد 5 اشرب 5 وبعد كل وجبه يشرب شاي. لا ده مش صحي. غلط. لا لانه ممكن يعلي له الهارت ريت بتاعه او نبضات القلب. فهو كفايه 1 او 2 كابس زي القهوه العاديه على فكره. يعني القهوه العاديه سلاح ذو حدين، مفيده جدا وانتي اوكسيدنت وي، لكن لو شربنا 5 6 فنجان واحد في فنجان اليوم. واحد يعني لو انا كيفت قهوه قوي فنجانين، لكن اكتر من كده بدخل في حاجه اسمها كافيين توكسيستي، احنا مش عايزين نخش في الحته دي. حلو قوي. في حاله من اللي استخدموا الكورس، خلينا نروح نشوفها ونرجع تاني. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي اي عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسة ان انا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة، 3 وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوباية. لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل، يعني وجبات قليله. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. يعني فرق فظيع طبعاً. يعني تحسي فعلا دي ام دي، صح، واحده تانية، صح. حلو النتائج دي، برضو هتشجع برضو اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ان هم يشوفوا فعلا قد ايه ان المنتج بيسد الشهيه، ودي اهم حاجه في التخسيس. عندنا شويه اسئله كده في السوشيال ميديا عايزين نسالك عليها. عندنا نور محمود بتقول انا كنت بعاني من مقاومه الانسولين وكنت زايده قوي في الوزن وجربت كل الطرق علشان تخس بس مفيش فايده. هل الكورس ده مناسب ليها؟ مناسب ليها جدا، لان الكورس مناسب ليها والناس اللي عندها مقاومه انسولين والناس اللي دخلت اصلا في سكر، مناسب ليها جدا. تقدر تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هتلاقي فريق طبي بيتابع معاها كل اسبوع هي خست كام كيلو، ومن اول اسبوع بضمن لها انها تخس كويس قوي، وانس انها خست من اول اسبوع هتلاقي نفسيتها احسن طبعاً. بكتير. اكيد. تاني كيس هو او سؤال، منير يوسف بيقول انا طول عمري مهتم بلياقتي البدنيه بس للاسف جالي السكر فجاه، ومن وقتها بطلت العب رياضه او اي حاجه، وده زود وزني قوي وعايز حاجه تنزل وزني بس تكون امنه علشان عنده سكر. كورس بيستا من انتاج شركه بايو ناتشرالز، اقدر اقول انه امن جدا. بيستا مرخص من وزاره الصحه المصريه، ورقم الترخيص كمان بيطلع على الشاشه. وعندي كمان الب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، هيبقى امن معاه جدا. وما دام عنده سكر وتخن، مهم قوي مع روشته الدكتور الخسسان. اي حد مريض سكر نوع تاني، مع روشته الدكتور من اهم علاجات السكر انه يخس. يعني هو ده هيبقى برضو بالتنسيق مع الدكتور، يعني طبعًا. الناس تبقى مطمنه ان شاء الله. عندنا حاله تانية، نرمين فؤاد، انا بعاني من الوزن الزايد بعد الولاده، وده طبيعي. ده يعني طبيعي. حاولت انزل وزني كتير بس المشكله ان سرعه الحرق عندي قليله. فهل في حاجه في الكورس ده تفيدني او تناسبني؟ بيستا هيفيدها جدا. هي مدام بعد الولاده امن جدا، لان مفيش ست حامل بتاخد منتجات تخسيس، هي الحامل عشان الرضاعه عشان كمان. لا هو امن كمان للرضاعه، بقول على البنت السيده الحامل ما بتاخدش حاجات تخس فيها، لكن هي بعد ما بتولد وطبعا تخنت، لو هي تخنت جدا مهم ليها المالتي فيتامين، مهم ليها الفيتامينز، مهم ليها بيستا جدا، والقهوه الخضراء هتساعدها جدا في حرق الدهون. فاوريدي كورس بيستا هيبقى مناسب وامن ليها جدا. يعني حلو. حلو قوي. مريم عماد بتقول ان هي بتعاني من سمنه مفرطه بقى لها سنتين لحد ما جالها الغضروف ومش بتقدر ان هي تتحرك، الدكتور قال لها لازم تخس متوسط 4 كيلو في الشهر على الاقل. بتقول لك تنصحيها بايه؟ ده 4 كيلو في الشهر هيبقى سهله قوي، يعني احنا ايوه بالارقام اللي بتقوليها بصراحه هيبقى سهله قوي انها تستخدم كورس بيستا، هتلاقي اكتر من 4 كيلو كمان في الشهر، وهتتبسط جدا من النتيجه، واكيد اكيد التخن
بيعمل مشاكل في الغضروف وبيعمل مشاكل في العظم. فبنصحها من ساعه ما شافتنا تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. هتلاقي فريق طبي متواصل معاها بيحسب لها البادي ماس اندكس. مهم قوي ان انا احسب البادي ماس اندكس، اعرف انا من 25 ل 30 بعد النتيجه، ولا من 30 ل 35، ولا فوق البادي ماس اندكس بتاعي فوق ال 40. لازم اعرف قد ايه. الفريق الطبي اللي بيقدر يعمل الحسابات دي ويقدر يتابع الحالة بنفسه. يا ريت تكلمي عن طريق الأرقام اللي ظهرها على الشاشة، هتلاقي نتيجة مبهرة مع كورس بيستا. الوكيل الحصري لهذا الكورس هو شركة باي ناتشرلز. أكيد بالضبط كده. طب يا دكتور عايزين نتكلم معاكي، يعني نرجع شوية لورا. ساعات المريض نفسه ما بيبقاش باين عليه إن هو في مرحلة من السمنة، بيبقى شكله عادي. ازاي الناس تعرف انها محتاجه تخس؟ يعني يمكن حضرتك دلوقتي قلتي بتحسب حاجه اسمها البادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس الوزن بتاعي على مربع الطول بالمتر. يعني زي مثلا وزني 70 اوكي، طولي 165، فانت بتقسمي 70 على ال 165 في 165 بيطلع رقم. بتقسمي الوزن بتاعك على الرقم ده. الرقم ده لو اقل من 19 انا في نحافه، لازم اتخن. النورمال رينج عندي من 20 ل 25، انا كده في النورمال. من 25 ل 30 انا اوفر ويت بسيط، لكن مش خطر، يعني مقلبزه بقى شويه. مقلبز شويه لكن مش التخن. يعني من 30 ل 35 انا دخلت في تخن، دخلت في سمنه. من 35 لل 40 لفوق ال 40 انا في سمنه مفرطه، لا مجال، لازم اخس. فاي حد مش عارف هو رفيع او هي رفيعه ولا تخينه ولا محتاجه تخس، تحسب معانا الكالكوليشن اللي انا قلتها وهتعرف هي من 25 ل 30 نورمال، من 30 ل 35 اوفر ويت بسيط، من 35 ل 40 اوفر ويت، من 40 بقى فيما فوق انا في سمنه مفرطه. عايزين ننصح الناس بدايه هند، ده بنعمله في لما بنتمرن، بنعمل ده نشوف العضل قد ايه، الفاتس قد ايه. ده بجهاز ساعات بيبقى الواحد شكله رفيع بس عنده دهون زياده في جسمه. ده في ناس كتير رفيعين وبييجوا يعملوا تحليل دهون ثلاثيه وكوليسترول بيحصل فعلا. بالظبط. اخيرا دكتور، الكويس احنا اتكلمنا عن كويس في حاجات كتيره جدا تساعد الناس ان هي تخس. عايزه اعرف من حضرتك الكويس ده بيكفي مده قد ايه، لانه انت عارفه انه الجزء المادي عند الناس كلها بالذات في السبلمنتس بيخافوا شويه، يقول لك ده هيبقى غالي، ده انا هجيب كتير، ده مش عارفه، مش عايزه اعود جسمي عليه عشان ماديا ممكن اصرف فلوس كتير. عايزاكي تشرحي لنا برده بوينت. الكورس بيكفي شهر. السعر رائع، السعر متناول الجميع بلا استثناء الحقيقه. اللي عايز يعرف ثمن الكورس كمان يقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هيلاقي السعر اقتصادي ومناسب لكل الناس. وطبعا شركه باي ناتشرال كمان موفره مناديب في كل محافظات مصر. احنا عندنا عملاء من الصعيد، عندنا عملاء في المنوفيه، كفر الشيخ، الغردقه، شرم الشيخ، كل ومصر بكل مدنها بنوصل لحد باب البيت. والسعر كويس جدا، مناسب لكل الناس فعلا بلا استثناء. هايل، انت نورتينا كالعاده، ويا رب كلنا نخس وكلنا صحتنا تبقى كويسه. يا رب ان شاء الله. بنشكرك جدا يا دكتور، كانت منورانا دكتور دينا ابو السعود. ان شاء الله تبقى معانا في حلقات ثانيه. خلصت حلقتنا، استنونا في حلقات ثانيه كتير من الحريق. باي.